تنقلت قبل أسبوع بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإلكترونية تصريحات تم نسبها إلى مصطفى محمد علي سيد البشير، عضو الأمانة الوطنية ووزير الأرض المحتلة والجاليات، خلال لقاء جمعه بأطري وأعضاء من الجالية الصحراوية بأوروبا، وذلك بضواحي العاصمة الفرنسية باريس. طبعا بالعودة إلى مضمون هذا التصريح الذي هو تصريح حقيقي فعلا، وأن الفيديو الذي تم ترويجه على نطاق واسع هو فيديو حقيقي وغير مفبرك، وأن الكلمات التي قالها السيد مصطفى البشير وزير الأرض المحتلة والجاليات في الوهم طبعا خلال هذا اللقاء هو كلام مرتجل مسجل، لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من أمامه، هو كلام تم قوله وتم تسجيله وتوثيقه بأمانة من طرف الحاضرين ومن طرف المنصة التي كانت ومن طرف الشخص نفسه. لكن بيان وكالة الأنباء الصحراوية غريب وعجيب، تافه وسافل وساقط ومنحط ورديء وغير صالح بتاتا. هذا البلاغ يقول أن الكلمات التي قالها مصطفى السيد البشير هي كلمات تم التلاعب بها، فعندما قال الوزير مثلا أنا لست وزيرا، فهذه الجملة تم تحريفها وتم اللعب بها بالمقص من طرف المخابرات المغربية، وأن ما قاله مصطفى السيد ليس صحيحا ولا يعكس روحه ولا يعكس منطق انتمائه إلى الجمهورية العربية الصحراوية التي يتقلد فيها منصب وزير. والحقيقة أن مصطفى السيد كان صادقا مع نفسه، لأن الكلمة كانت مرتجلة وكانت صادقة، فالسيد قال أنا لست وزير وما نكذبش على رأسي، أننا شعب وهمي لاجئين، حتى الرئيس هو لاجئ ونحن نعيش على المساعدات، كنطلبوا الخبز، كنطلبوا الحليب، كنطلبوا الدواء، كنطلبوا السلاح من الجزائر، والجزائر هي الداعم الرسمي لنا. فما السيد كان صادقا، فكيف يمكن التلاعب بكلمات وألفاظ يعني صريحة ورسائل سياسية قوية كان لها صدمة طبعا قوية، ليس على البوليساريو لكن على داعميه الرسميين اللي هو الجزائر. طبعا ما كيمكننا إلا نعتبر على أن هذا البيان هو كغيره من البيانات العسكرية التي يتم إرسالها يوميا للنشر في وكالة الأنباء الجزائرية هو الداعم الرسمي، وأنها هذه البلاغات لا تجد صدى في باقي القنوات باستثناء الدباب الإلكتروني للبوليساريو وللإعلام الجزائري أيضا. فهذه الكلمات التي تفوه بها قيادي في البوليساريو وهي كلمات معقولة صادقة تؤكد الانهيار الذي أو النفق المسدود التي وصلت إليه ما يسمى بجمهورية الوهم، وأن الجزائر لابد أن تؤدي ثمن ذلك، وأن البوليساريو نفسه له موقف مصدوم من هذه التصريحات، وأنها تصريحات مصطفى السيد البشير السيد تعكس الواقع الحقيقي والأزمة الرهيبة التي يعيشها هذه الشرذمة الانفصالية بدءا من مركزي من الجزائر. إذن في تقديري أنه البيان الصادر الذي يفند المنسوب إلى وزير الأرض المحتلة والجاليات واعتباره مجرد كلام ملعوب فيه، وأن الاستخبارات المغربية بذكائها تمكنت من التأثير عليه واللعب بكلماته وبمواقفه، وهذا نقطة حسنة للاستخبارات المغربية. ثانيا يؤشر على أن ما نشر من بيانات الهجومات المسلحة والأقصاف
اليومية التي وصل حدها إلى 400 هو مجرد وهم كغيره من البيانات. ولعل السيد مصطفى البشير الذي كان واقعيا جدا وموضوعيا وله ويحسب له لا شك أن نقص المرادية سيتخذ منه موقفا، سيجمد نشاطه، سيلوي أذناه. لا شك أن يمكن أن مثلا الأيام القليلة القادمة ننتظر خبرا سيئا، لأن عملية اغتيال المعارضين والخارجين عن دعم أطروحة الانفصال سياسة معمول بها في الجزائر. إذا ما غاديش نتفاجئوا إلا شنا على أنه مصطفى البشير وقعت له حادثة سير، أو تم نقله للعلاج في بلد آخر، أو شيء من هذا القبيل. على العموم، بيان وكالة الأنباء الصحراوية يؤكد شيئين: الأول أن الاستخبارات المغربية داهية، وأن الدباب الإلكتروني المغربي تمكن من اللعب بالكلمات، وأنه تمكن، وهذا عمل ذكي وليس سهلا، ومزيان المغاربة يكونوا بحال هكا ويلعبوا بالأسماء، يعني هذا عمل جيد. إلا نجحنا في هذه الأمور هذه غادي تكون وجهة أخرى للنضال من أجل نصرة القضية الوطنية. ويكشف أيضا هزالة وسفالة وسخافة ما يسمى بالبيانات والبلاغات الرسمية التي تنشرها ما يسمى بوكالة الأنباء الصحراوية، ومن بينها البلاغات العسكرية التي بلغت إلى 400، وهي كوبيي كولي، وقد أحدثت خسائر مادية فادحة في الأرواح والمعدات. ده موجود في البلاغ رقم 1 وموجود في البلاغ 400، وسيكون موجودا في البلاغ 700 و1000. دي مجرد أوهام. وإلى اللقاء. البيان يفند ما ذهبت إليه مواقع التواصل الاجتماعي وما تم نشره وتناقله من أخبار مباشرة من عين المكان بفيديوهات غير مفبركة، ولم يستطع أي من ناقلي هذه الفيديوهات أن يقوم بأي تعديل أو مس سواء في الصورة أو في الصوت. الجمهورية الوهمية وديلها وكالة الأنباء الصحراوية أصدرت بلاغا، قال لك سيدي، كتفند فيه جملة وتفصيلا ما تم تداوله ونقله سواء عبر كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الفيديو الوحيد والرسمي الذي تم توزيعه على نطاق واسع وتداوله العديد من يعني نشطاء الواقع الاجتماعي. فيديو توزع كثير على الواتساب، توزع على تيك توك، توزع على الانستغرام، توزع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هو فيديو حي منقول بأمانة، كيتحدث فيه ما يسمى بسيد البشير وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، كيقول على أن ما نكذبوش على رأسنا، أنا لست وزيرا، وحتى هذا المدعو إبراهيم غالي هو ليس رئيسا، هو مجرد شخص لاجئ مسجل كإنسان عادي محتجز ولا شيء غير ذلك. وتكلم بلغة واضحة والجمهور يسمع والمنصة واضحة وكل شيء مسجل، إلى أن بيان منظم وحدة وكالة الصحراء الغربية تقول أن جميع ما قاله مصطفى السيد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات مفبرك، وتم اللعب به بالمقص، وأنه لا يمثل الحقيقة ولا يعكس تماما ما تم الترويج له. وهنا يمكن أن نستغرب كيف يمكن التلاعب بكلام السيد مصطفى البشير وهو يتحدث بلغة بسيطة، بلغة حسانية، ويتحدث إلى جمهور أمامه، ويتحدث بكل بدون ورقة، يتحدث بارتجال، ويتحدث بغصة وبحرقة، وهو يعكس السياق السياسي الذي وصلت إليه
هذه الأزمة المفتعلة أو هذا النزاع الإقليمي المفتعل، والذي تدعمه الجزائر بالدرجة الأولى بكل أسف. لأن الوكالة ديال الأنباء الصحراوية كتقول أن الكلمات والعبارات التي نسبت للوزير تم التلاعب بالكثير منها باستعمال المقص الإلكتروني، وتقول أنه تم تركيبها مجددا، يعني تم تفكيكها وإعادة تركيبها، ما جعل معانيها ومقاصدها الأصلية تنحرف عن الاتجاه الذي أراد أن يقوله السيد وزير الأرض المحتلة والجاليات. طبعا تعتبر ذلك نية خبيثة ومبيتة، وتعتبر أن الاستخبارات المغربية وراء هذه العملية، وتعترف أيضا أن ما تسميه بالذباب الإلكتروني المغربي هو المسؤول عن هذه الافتراءات لمجرد جعلها مادة إعلامية تتنقلها وسائل الإعلام المغربي باعتبارها نصرا سياسيا ودبلوماسيا، يؤشر على إنهاء قضية مفتعلة من داخلها، وهذه هي الحقيقة. كأكد هذا البلاغ على أن الذباب الإلكتروني المغربي والاستخبارات المغربية هي المسؤولة عن تلقين مصطفى البشير ما يمكن أن يقوله، أن يقول عفوا. إذا ما يفهم من هذه المسألة هو أن المخابرات المغربية اتصلت بمصطفى البشير ولقنته ما يمكن أن يقول، وبالتالي نجحت في هذه العملية، وهو نصر سياسي إذا كان التصور في هذا الاتجاه. هناك جانب آخر، يعني أن الذباب الإلكتروني المغربي ذكي لدرجة أنه تمكن من اللعب بالكلمات، لكن كيف يمكن اللعب بالكلمات عندما يقول وزير الأرض المحتلة والجاليات أنني لست وزير؟ كيف يمكن أن نتلاعب بأنني لست وزير؟ كيف؟ يعني أن نعتقل مصطفى البشير ونجبره أن يقول هذا الكلام، ومن بعد نغير الصوت ونأتي به وهو يتحدث؟ كيف كيف؟ يعني مسألة غريبة جدا. يعني حتى هذا البيان بيان تافه سخيف سافل لا يعكس الحقيقة، ويؤكد أن لا مصداقية لما ينشر أو لما تنشره هذه الوكالة، وبالتالي ما يعد بلاغات يومية التي وصلت اليوم إلى أكثر من 450 أو لشحال من هجومات الجيش الصحراوي على تخندقات العدو هي مجرد افتراءات وكوبي كولي، لا أحد يسمعها ولا أحد يعتقد بها ولا أحد يصدقها. إذن بيان بيان الوكالة الأنباء الصحراوية يعتبر أن مصطفى السيد ومضمون ما قاله هو قول استخباراتي، والفضل يرجع إلى الحموشي، إلى المخابرات المغربية التي أجبرت وأثرت وجعلت مصطفى البشير يقول أنه ليس وزيرا، وأن رئيس الجمهورية ليس وزيرا، وأن الأمر يتعلق بلاجئين بسطاء، وأنهم منذ 46 سنة كيطلبوا الخبز والدواء والغذاء من عند الجزائر، والجزائر طبعا تتسول أو تتاجر في قضيتهم لأهداف ما. إذن كيف يمكن تفنيد هذا الخبر؟ كيف يمكن اعتبار يعني ما قاله وزير مسؤول في ندوة صحفية مسؤولة بحضور أشخاص يعني بكامل قواهم العقلية، بحضور منصة تم التهيئ لها والتحضير لها، والكلام مرتجل والكلام مسجل، أين يمكن التلاعب بالكلمات؟ كيف يمكن أن نقول أن الذباب الإلكتروني أو المقص الذباب الإلكتروني تلاعب بالكلمات؟ كيف يمكن مثلا أن نتلاعب ب أنا لست وزير؟ كيف يمكن أن نتلاعب؟ كيف؟ اشرح. لا أحد يستطيع ذلك، هو مجرد دفاع
بالفراغ، يعني رصاصة فيشينغ، رصاصة فارغة المحتوى، رصاصة بدون مضمون. يعني هو رد لمجرد الرد، هو بيان يؤكد أن الأمور وصلت إلى حيث لا يمكن أن يكون لها صدى ولا يمكن أن تؤثر في أحد، والمستهدف هو المواطن المغربي الصحراوي المحتجز في تندوف. المسألة وما فيها هو أن الجزائر ولقيتها البوليزاريو ترقي معا صفعة قوية هذه المرة، ولعل الآتي سيكون أفظع.